أوروبا التقارير تتحدث على أنها ستكون أكثر تضررا من إلغاء هذه المعاهدة، خاصة أنه قبل المعاهدة كان هناك ما يقرب من 60,000 صاروخ روسي قريب من أوروبا، وتم إزاحة جزء كبير منهم. كيف ستتعامل أوروبا في هذه الحالة؟ في واقع الأمر الدول الأوروبية التي هي أيضا بعضها أو أغلبها عضو في حلف شمال الأطلسي توجد في وضع غير مريح حاليا، لأن علاقاتها ليست جيدة فعلا مع روسيا وتتدهور باستمرار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإشكالية أنها مرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار الناتو. فإذا هذا التشكيل يدفع الأوروبيين حاليا للانحياز إذا صح التعبير لجهة الولايات المتحدة الأمريكية والقول أن روسيا هي المسؤولة عن زعزعة الأمن والاستقرار، عن خرق المعاهدة، وأن هذا الأمر يجب أن يتوقف على روسيا العودة إلى مواد هذه المعاهدة بالضبط. الأوروبيون حاليا لا أعتقد أن لديهم خيار أفضل من هذا، ولكن هناك آراء تقول وشكوك ضمن أروقة الاتحاد الأوروبي تقول أن ربما أن تكون إثارة هذا الموضوع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا ذريعة للرئيس ترامب للانسحاب مرة أخرى من معاهدة دولية كما فعل مع الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية المناخ. فإذا هناك خوف من توجه ترامب إلى الانعزالية أكثر فأكثر، ما يترك الاتحاد الأوروبي دفاعيا وعسكريا في موقع هش، ولا سيما أنه جغرافيا في مواجهة مع روسيا أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا حدود مشتركة طويلة وعدة دول، وهذا ما دعا الحلف في الفترة الأخيرة لتعزيز تواجده في دول البلطيق وتعزيز التواجد البحري الجوي خوفا من تهديد روسي محتمل، لأنه فعلا الاتحاد الأوروبي يشعر بأنه بات في خطر حاليا. ولكن إلى أين يتجه؟ هذه هي المسألة.